أهلا بحضراتكم مشاهدينا إلى هذه التغطية الإخبارية المستمرة مع حضراتكم على شاشة إكسترا نيوز. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة من مواد طبية وإنسانية لمساعدة 2.3 مليون فلسطيني موجود في القطاع. وشدد الرئيس السيسي خلال مباحثات عقدها مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على ضرورة التحرك لاحتواء التطورات والتي قد لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة، مضيفا أن تداعياتها تتجاوز حق الدفاع عن النفس. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة التنسيق والتعاون لعدم انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. احنا محتاجين فعلا في المرحلة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي ان احنا نتحرك جميعا من اجل احتواء تطورات قد لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة، وقد تداعياتها تتجاوز حق الدفاع عن النفس اللي احنا دايما بنتكلم عليه. أنا بكلمك النهاردة فخامة رئيس الوزراء وبقول إن في تقريباً 4000 من المدنيين سقطوا في القطاع، وحوالي 1500 منهم 1500 طفل، وبالتالي مهم جداً جهودنا اللي بتبذل النهاردة لاحتواء هذا الأمر حتى لا يتسبب الاقتتال في سقوط مزيد من المدنيين. لازم أسجل هنا وأقدر جداً الجهود اللي بذلت من فخامة الرئيس بايدن ومنكم في إقناع إسرائيل بالسماح بفتح معبر رفح حتى يمكن لنا أن نقوم بإصلاحه نتيجة القصف اللي تم فيه خلال الأيام الماضية وإدخال المساعدات إلى القطاع. وهنا بأكد مهم قوي أن تفضل سيل تدفق المساعدات يصل إلى القطاع من مياه ومن مواد طبية ومواد إنسانية أخرى حتى لا يكون هذا الأمر يؤثر على 2.3 مليون فلسطيني الموجودين في القطاع. فخامة رئيس الوزراء محتاجين جدا ان احنا ننسق ونتعاون من اجل الا تنزلق المنطقه في حرب على مستوى الاقليم بالكامل يكون تاثيرها مدمر على المنطقه وعلى السلام في المنطقه. ايضا محتاجين فخامة رئيس الوزراء ان احنا يعني نكون احد الدروس اللي نستخلصها من الازمه دي هو احياء عمليه السلام مره اخرى واعطاء امل الفلسطينيين باقامه دولتهم الفلسطينيه على حدود يونيو 67 وعاصمة القدس الشرقية. وهنا خلينا نسجل برضو بتقدير تفهمكم لأهمية عدم السماح بنزوح المدنيين من غزة إلى سيناء. هذا أمر شديد الخطورة وقد ينهي القضية الفلسطينية تماما، وده أمر إحنا حريصين على أنه ما يحصلش. مرة تانية فخامة رئيس الوزراء برحب بك، أهلا وسهلا وسعيد بكل الجهود اللي بتبذلها. بريطانيا دولة عظمى لها مكانتها لها قدرتها على التأثير مش بس في المنطقة في العالم. شكرا جزيلا. Thank you very much. And the honor to meet you. Thank you very much. سيدي الرئيس شكرا جزيلا على حسن الوفادة والأجواء الترحيبية كذلك على الأوقات التي قضيناها معنا في مثل هذه الأوقات العصيبة بين الأصدقاء والشركاء مثلينا أن نتحدث عن هذا الموقف. هل لي أولا أن أثني على جهودكم فيما فعلتموه بشأن ملف معبر رفح، لأننا تحدثنا منذ فترة عن إيماننا الكلي في تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وبالطبع نتطلع لعمل ولعب عظيم الدور جنبا إلى جنب مع مصر حتى نضمن وصول المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن. إذن تستحقون المزيد من الثناء والشكر والتقدير على فعل ذلك. كذلك أود أن أشارك معكم رأي وأفكاري بشأن ما فعلته حماس، وأظنكم تتفقون معي في أنها أعمال إرهابية مروعة. ونحن الآن نؤكد على أن كل الأبرياء الذين راحوا ضحية أعمال حماس الإرهابية المروعة، حتى أن الفلسطينيين أنفسهم هم ضحايا لحماس. كذلك أود أن أتشارك معكم رؤية بشأن كيف يمكن للفلسطينيين أن يعيشوا في أجواء الأمن والكرامة والسلام، وبالطبع أتمنى أن نتشارك معكم في هذا الموضوع الآن. شكرا جزيلا لوقتكم.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. أستاذ طارق أهلا بحضرتك معنا على شاشة إكسترا نيوز. وتابعنا منذ قليل لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وتابعنا كلمة الرئيس السيسي والتي شدد فيها على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية. تفضل أستاذ طارق. تحية لحضرتك ولكل المتابعين. أتصور أن هذا اللقاء لقاء فخامة الرئيس السيسي، سواء كان مع رئيس الوزراء البريطاني ومن قبله المستشار الألماني وكل الزعمات، موقف مصر ثابت راسخ لا يتزعزع قيد أمله. كل الدول تراوغ وتناور وتغير مواقفها، أما موقف مصر ثابت وراسخ، والرئيس السيسي الزعيم الوطني العظيم يعني يارث هذه الدولة العظيمة مصر، دولة المؤسسات العظيمة، سواء الجيش العظيم أو الدبلوماسية العظيمة. مصر خاضت الحروب وخاضت الدبلوماسية والتفاوض وخاضت التحكيم، واسترجعت آخر ذرة تراب في أرضها في طابة 1989. الآن الرئيس السيسي بهذا الموقف وهذا الهدوء وهذه الحكمة، أتصور والملايين التي خرجت وهذه التظاهرات وتأكيد على ثقة الشعب المصري، وارتفعت الشعبية إلى عنان السماء ثقة في القائد العظيم الرئيس السيسي بهدوئه. هو هدوء يقف على قدمين ثابتتين ويؤكد أن الدولة المصرية لا يمكن أن تسمح على الإطلاق بالتهجير، لأنه فيه مساس بالأمن القومي المصري، لأن هذا خط أحمر كما وضع خط أحمر في سر الجفرة، أيضا يضع خط أحمر لا مساس بذرة تراب ولا تهجير للغزاويين إلى أرض سيناء. أيضا هذا تصفية للقضية الفلسطينية، وقال إنه بالمثل سيتم التهجير أيضا من الضفة الغربية إلى الأردن. هذا لا يمكن السماح به، لأن الشعب سيكون مفرق ومشتت مرة أخرى، وهذا لا يمكن السماح به. إذن موقف مصر ثابت، مصر دولة حضارية، مصر دولة قانونية، مصر يعني خاضت الحرب وفي النهاية خاضت السلام، هي رائدة وهي متبوعة في الحرب وفي السلام وفي التفاوض وفي القانون. دولة حضارية قانونية تمسك وسط كل هذه المتغيرات والأنواع بلهيب وجمر المبادئ القانونية، تتشبث بقواعد القانون، قواعد الاتفاقات الدولية. هناك اتفاقات دولية، هناك قانون دولي. الحرب لها قوانين، الحرب لها مبادئ، الحرب لها ضوابط لا يمكن تجاوز أبدا هذه، حتى الحرب فيها ضوابط. أما ما يتم الآن هذا ما أبعد ما يكون عن القانون، أبعد ما يكون عن التحضر. يعني أتصور الفتوة والبطولة، يعني إسرائيل ومن وراء إسرائيل أن تضرب من ضربك، لكن ضربك للمدني البريء الأعزل وللأطفال وللنساء يعني وللمحتمين بالمستشفيات وبمدارس الأنروا، يعني هذا ليس له. يمكن الرئيس قال أن تداعيات هذه تجاوزت حق الدفاع عن النفس، يعني رد فعل غير متوقع وأكبر مما حدث بكثير. بالفعل هذا أمر في الدفاع الشرعي، هناك إن كان هناك دفاع شرعي فهناك تناسب، شرط التناسب. أولا شروط للدفاع الشرعي شروط إجرائية وموضوعية، ومنها شرط التناسب ما بين الخطر الداهم وما بين فعل الدفاع، لكن لا يوجد وأن يوجه إلى الخطر الداهم. أين هذا التوجيه إلى حماس؟ أين هذا التوجيه إلى ضربات المقاومة؟ ومنذ متى والمقاومة يمكن أن تصف بهذا الشكل؟ التصفية والانتقام والثأر والأعمال البربرية للمدنيين العزل. وأكثر من ذلك ذهبت إسرائيل وقالت عليهم أن يتم ترحيلهم. إذن هي خطة ممنهجة، إذن هي كما يقولون بري أرينجد بلان، خطة مسبقة تم وضعها، يعني شغل بقى الخطوة خطوة لإزاحة العرب. يعني العرب أبرموا اتفاقية السلام، سواء كان مصر 1979 سواء الأردن وادي عربة 1994. العرب يريدون السلام ويعشقون الاستقرار ويحبون الحياة والخير للجميع. العرب رضوا بإسرائيل وإسرائيل لم ترضى بهم، يعني شيء عجيب. وأيضا يعني تفاقت وتجرؤ يعني الأعمال البلطجة وعدم الحياء
يعني سلوك عجيب. أيضا يقيلون الاتهام، يتهمون المقاومة بأنها التي ضربت وقصفت مشفى المعمداني. يعني تزوير للتاريخ كما تعودنا من دولة إسرائيل. طيب أستاذ طارق، يعني أنتهز فرصة حضرتك معايا على هذا الاتصال الهاتفي ونتحدث عن القمة التي سوف تستضيفها العاصمة الإدارية غدا، وهي قمة القاهرة للسلام. يعني أنا عايز أتحدث عن هذه الدعوة والاستجابة الفورية من معظم دول العالم، سواء إذا كانت إقليمية أو دولية. أتصور أن مصر هي الدولة الوحيدة المتماسكة القوية صاحبة المبادئ وصاحبة الخبرات والسوابق، والتي استطاعت أن يعني تنزع فتيل العديد من الأزمات في مراحل سابقة وفي محطات أشاد بها حتى جو بايدن الذي كان يعني ممتعضا في بداية حكمه، وأجرى اتصالا مع الرئيس السيسي وشكره على ما قام به من وساطة وجهود. أتصور أن الدولة المصرية هي القادرة على يعني تمسكها بالمبادئ، تمسكها بالقانون، تمسكها وحرصها على التفاوض، ولكن كل هذا الحرص وراءه هذه القوة. هي مصر تنطلق من قوتها ومقوماتها ومفرداتها ومعطياتها القوية، كل ذلك يؤهلها لأن تكون حريصة على السلام، لأن الذي يحرص على السلام ويبدأ من السلام تكون له هذه الخلفية التي فيها كل مفردات القوة وذلك الميراث الحضاري والإنساني. يعني هذا العالم لا يؤمن بأحكام القانون الدولي. يعني العالم من يدعون التحضر، من يدعون المدنية، هم يؤمنون ببعض أحكام القانون الدولي ويكفرون ببعض. يعني لما لا يطبق أحكام القانون الدولي؟ القانون كل لا يتجزأ، لابد أن هذا المحتل عليه واجبات تجاه قطاع غزة، لأنه يعني هي أراضي محتلة، أراضي عربية فلسطينية محتلة، لا يجوز له، ليس له الحق أن يدعي كذبا وبهتانا فكرة الدفاع الشرعي. الدفاع الشرعي هو أنت أمام دولة أخرى مستقلة تمارس معها ما يسمى بالدفاع الشرعي، ده ناس محتلين. إذن في الاحتلال لا يمكن، وحتى أن محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري أكدت ذلك المضمون وهذه الفكرة، أنه لا يجوز للمحتل أن يدفع بالدفاع الشرعي أمام المحتل والمستعمر. هذه واحدة. أيضا حتى وإن كان يعني حتى وإن كان هناك دفاع شرعي، الدفاع الشرعي له ضوابط وحدود ومقومات وشروط، ومنها التناسب. أيضا لا يمكن ضرب المدنيين، لا يمكن قطع عنهم الغاز والكهرباء والماء والحياة وكل هذا، هذه أعمال بربرية، هذه ثأرات وليس لها أساس في القانون الدولي حتى في حالة الحروب، يعني عدم قطع المياه والكهرباء والوقود عن المدنيين. بالفعل هذا ما ينص، هذا ما تنص عليه الشرعة الدولية، المقررات والاتفاقات الدولية، اتفاقيات جنيف الأربعة، المادة السابعة من معاهدة روما، مبادئ الموجودة في ميثاق الأمم المتحدة، كل مواثيق المنظمات الإقليمية. يعني هذا أمر مفروغ منه ومسلم به، وهو لابد الحفاظ على حقوق المدنيين. حتى العسكريين إن تخلوا وتم أسرهم فيجب معاملتهم بالمعاملة اللائقة. إذن هناك ثمت الأمر ليس فوضى، الأمر ليس شريعة الغاب، الأمر ليس الثأر والانتقام وهذه البلطجة، وإنما كل القانون ينظم حتى الأعمال، أعمال العنف لها ضوابط ولها لها نسق ولها يعني طريقة وصيغ معينة متفق عليه من الأسرة الدولية، تواضعت عليه الأسرة الدولية، بمعنى تعارفت عليه الأسرة الدولية، عرف دولي مصدر من مصادر القانون الدولي العام. ولكن للأسف الشديد يعني هذه الوقاحة وهذا التجرؤ وهذا التجبر يعني يجابه رعاية من الأوروبيين، رعاية من الولايات المتحدة، وللأسف الشديد يتبنون الرواية الإسرائيلية دون أن يحققوا في الأمر. وأيضا يعني تجد المسؤولين في الولايات المتحدة يبكون على الهواء، يعني مدعين زورا أن صورا بشعة لا يمكن تحملها، وأن أطفال قطعت رؤوسها.
طب وثبت بعد ذلك أن هذا كذب وافتراء وتزوير. طيب الصور بقى الحقيقية، الصور الحقيقية شاهدناها في مشفى المعمداني نعم، في الكنيسة التي قصفت وفي الجامع الذي قصف. لماذا لا تبكون الآن؟ لماذا لا نرى دموعكم؟ لماذا جفت الدموع الآن؟ هل ها يعني هؤلاء ليسوا بشر؟ نعم، هم يعتبرونهم أنهم ليسوا بشر، يقولون عنهم أنهم حيوانات بشرية. لكن يعني يمكن هذه نقطة هامة أستاذ طارق حضرتك ذكرتها. طب كيف لنا أن يعني نصل بالصورة الحقيقية إلى العالم، وهو وحضرتك تعلم أن العالم يعلم الحقيقة ولكن يتغافل عن طرحها؟ الله ينور، العالم يعلم الحقيقة. يعني أتصور أن هذا العالم، يعني كفانا بقى براءة وندعي أن العالم جاهل، وأن في يعني أننا محتاجون لتوصيل الصورة إلى العالم، توضيح، وأن هناك شخصيات عامة استطاعت أن تصل إلى الغرب وتحدثهم بلغتهم وتفهمهم الأمر وتبين لهم الصورة على حقيقتها. لا، الكلام ده غير حقيقي على فكرة. الغرب في منتهى الوعي والفهم، وبالمصري بين قوسين يعني يوديك البحر ويجيبك عشان عارف كل حاجة. فكرة أن متخذ القرار هو اللي عارف كل حاجة وأن الشعب ساذج، لا، الكلام ده غير حقيقي. الشعب هو اللي بينتخب هذه النخبة. فكرة أن في يعني ناس تحب السلام، هم ليسوا مؤثرين، دائما غير مؤثرين. المؤثر التأثير دائما في متخذ القرار وفي هذه الحكومات. يعني فكرة حتى الإدارة ديمقراطية، الإدارة جمهورية، ننتظر القابع في البيت الأبيض، ده جو بايدن جاي، ده دونالد ترامب جاي، ده أوباما جاي، كلها يعني إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، السياسة واحدة. لا يعني يمكن كمان يا أستاذ طارق التاريخ بيعيد نفسه، يعني حضرتك يمكن لسه ذاكر أننا يعني نحتاج إلى توصيل الصوت أو توضيح الحقيقة للشعوب. يعني هذا يذكرنا بمؤتمر باريس عام 1904 عندما ذهب إليه مصطفى كامل الله يرحمه ليوضح الصورة السيئة للاحتلال البريطاني، يعني وكان هناك رد أننا يعني في النهاية أننا نعلم ماذا يحدث. بالفعل في هناك معرفة. هذا ليس معنى كلامي، حد ياخد من كلامي ان انا اقول ان الاعلام ليس، لا، الاعلام له دور طبعا، وكل عليه ان يقوم بادواره، ولكن انا عايز اؤكد على الاتي، اؤكد ان الحقيقة واضحة، ان الحق واضح، وان الباطل وهذه الاكاذيب لا تنطلي على احد على الاطلاق. يعني هذه الصور، يعني كيف يبرر الاسرائيلي او كيف يبرر الاعلام الغربي يعني هذه الصور وهذه المشاهدات، هذه الاطفال. الاطفال يعني لم نعم، نحن ننتظر ماذا سيسفر عنه مؤتمر غدا بإذن الله. سوف نتابع مع حضرتك ومع مشاهدي قناة إكسترا نيوز. أنا بشكر حضرتك الشكر الجزير السيد الأستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية متحدثا هاتفيا لإكسترا نيوز. تستضيف العاصمة الإدارية غدا السبت قمة القاهرة للسلام، وتبحث القمة تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام في ضوء التصعيد العسكري الخطير في قطاع غزة، فضلا عن سبل تكثيف جهود المجتمع الدولي لاحتواء التصعيد بالقطاع وتحقيق التهدئة، بالإضافة إلى ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
مشاهدينا الكرام، للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر زوم دكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني. دكتور محمد، أهلا بك معنا على شاشة إكسترا نيوز. بك دكتور محمد، كيف تنظر إلى الجهود التي تبذل الآن من قبل جمهورية مصر العربية لمحاولة وقف هذا التصعيد وأيضا إيصال المساعدات الموجودة على الجانب المصري من معبر رفح؟ بالتأكيد هي جهود عظيمة ومشكورة، ولا يمكن لأحد أن ينكر حجم الجهود الكبيرة والهائلة التي تقوم بها القيادة المصرية وعلى وجه الخصوص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف العدوان الصهيوني الغاشم ضد قطاع غزة، ووقف حرب التطهير العرقي، وأيضا وقف تهجير أهالي قطاع غزة نحو سيناء، ومحاولة الضغط بكل قوة لفتح معبر رفح، والضغط على سلطات الاحتلال عبر القوى الدولية والإقليمية من أجل السماح بإدخال كافة المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية المطلوبة لقطاع غزة لإسعاف الجرحى ولتعزيز صمود أهالي القطاع الذين باتوا الآن يفتقدون كافة مقومات الحياة أو الحد الأدنى من مقومات الحياة، يعني لا ماء ولا كهرباء ولا دواء ولا غذاء ولا أي شيء، حتى يعني دعني أقول لك حتى الأكفان لم تعد موجودة، يعني من كثرة أعداد الشهداء. وهناك بالفعل أكثر من 5 مستشفيات أعلنت عن توقفها التام عن أداء الخدمة الطبية لإسعاف الجرحى والمنكوبين. وبالتالي الحقيقة القاهرة يعني تقوم بجهد دبلوماسي كبير وجهد سياسي كبير وأيضا جهد إغاثي وإنساني كبير من أجل وضع حد لهذا العدوان الصهيوني الهمجي الذي يستهدف الإنسان والشجر والحجر، ويستهدف كل ما له علاقة بالفلسطينيين، ويستهدف بالأساس تصفية القضية الفلسطينية. وتقف مصر كما كانت دوما وأبدا سدا منيعا أمام كافة محاولات تصفية القضية الفلسطينية التي مهما فعل العدو الصهيوني لن يتمكن من تصفيتها. فالفلسطينيون هم قدر الله في الأرض، وقضيتنا هي قضية مظلومية، قضية حق وعدل، ولا يمكن لأحد أن يتمكن من تصفيتها مهما كان. بالتأكيد الجهود المصرية جهود عظيمة مشكورة، نحن كفلسطينيين نقدرها كثيرا وننظر إليها بعين الاحترام والتقدير، ونرجو لكافة هذه الجهود أن تنجح بالفعل بوقف هذا العدوان الهمجي البربري الذي يسعى لتحقيق مخططات قديمة جديدة، وهي التطهير العرقي العنصري لشعبنا من أرضه ونفيه وترحيله وتهجيره، لكي يتسنى له إعلان كافة فلسطين التاريخية من بحرها حتى نهرها ومن شمالها إلى جنوبها دولة خالصة لليهود، بمعنى دولة يهودية خالصة. وكما يعني صرح بوضوح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وايضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويعني بان المخطط في غزه هو المخطط الجزء الاول وليس الجزء الاخير، بمعنى انه اذا ما تم نجاح تنفيذ المخطط الصهيوني في قطاع غزه بتنفيذ التطهير العرقي وترحيل الفلسطينيين من قطاع غزه نحو سيناء، سيلتفت العدو الصهيوني الى الضفه الغربيه والى القدس المحتله من أجل تنفيذ الجزء الثاني من المخطط، وهو ترحيل وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس الشرقية نحو الأردن. وبالتالي هو يسعى من خلال ذلك إلى تصفية القضية الفلسطينية نهائيا، بحيث يكون هناك وطن دون أن يكون هناك فلسطينيون. وهذا طبعا بالتأكيد لن ينجح في تنفيذه، ونحن نأمل كثيرا بتوفر كافة المساندة العربية والإسلامية للجهود المصرية والجهود الفلسطينية من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وبقاءه ورباطه على أرضه، وأيضا وقف العدوان الهمجي على أرض قطاع غزة وأرض فلسطين. نعم، يعني طبعا هو هذا حلم، وهذا الحلم يعني لا يتحقق بإذن الله. طبعا طول ما نحن موجودين على الحياة في الحياة الدنيا لا تتحقق أي أحلام لإسرائيل. ولكن دكتور محمد، يعني هناك الحديث عن موضوع التهجير من غزة زي ما حضرتك ذكرت، كيف يستقبل الفلسطينيون وأهالي غزة هذه المصطلحات أو هذه الإشاعات التي تسري في الإعلام الغربي ومحاولة يعني التعود عليها ومحاولة يعني فرضها بالأمر الواقع على الشعوب العربية والإسلامية؟ يعني العالم أجمع يشاهد حجم التدمير الهائل لقطاع غزة، ويعني تدمير يعني أحياء بأكملها
يعني أمس مثلا دمر العدو الصهيوني حيا كاملا في مدينة الزهراء، يتكون من 25 برج سكني يأوي أكثر من 10,000 نسمة. ورغم ذلك طبعا، رغم هذا التدمير، يعني ليس فقط للعمارات، ليس فقط للشقق السكنية والأبراج السكنية، ليس فقط للمربعات السكنية، هو تدمير لأحياء تمهيدا لتدمير مدن. يعني هو مدينة الزهراء هي واحدة من المدن الموجودة في قطاع غزة، وهي مدينة صغيرة مقارنة بغيرها من المدن الكبرى الثلاث، غزة ورفح وخان يونس، وهي مدينة حديثة الإنشاء، يعني تقريبا يعني أنشئت بعد نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية. وهي رغم ذلك، رغم أنها صغيرة يعني مساحة، إلا أنها طبعا كثيفة السكان أيضا. هذا النموذج للتدمير الذي سيتم في كافة المدن الفلسطينية إن نجح العدو. رغم ذلك، ما أود أن أقول، ورغم كل ما يقوم به العدو الصهيوني والضغط الناري الهائل، الضغط بكميات هائلة من المتفجرات، يعني العالم كله أجمع بات يعرف أن حجم المتفجرات التي ألقاها العدو الصهيوني على قطاع غزة خلال الأسبوعين تفوق ما ألقته الولايات المتحدة على أفغانستان خلال عامين. نعم، يعني هذا رقم مهول، وبات يصل مستوى المتفجرات التي ألقيت على قطاع غزة إلى تقريبا ما يوازي قنبلة نووية يعني ألقيت على ناجازاكي أو هيروشيما. نعم، ويفوق ما قد رمي على سوريا والعراق في 4 سنوات. نعم، تفضل يا دكتور محمد. صحيح. نعم، فبالتالي رغم كل ما يحدث، طبعا أعداد الشهداء يعني تجاوز الرقم المعلن، يعني بات يقترب من 5,000. وهم ماذا يعني، من أجل التوضيح للمشاهد، ماذا نعني بالرقم المعلن؟ بمعنى أن هؤلاء الشهداء الذين وصلت أشلاءهم أو أجسادهم إلى المستشفيات، لكن هناك شهداء ما زالوا تحت الأنقاض. العدو الصهيوني لا يسمح لفرق الإغاثة ولفرق الإسعاف وفرق الدفاع المدني بانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض أو انتشال وإخلاء الجرحى. هناك يعني المبنى يقصف ثم يعود لقصفه إذا ما اقترب منه المسعفون وفرق الدفاع المدني، وهناك العديد من فرق الدفاع المدني والمسعفين ارتقوا شهداء، يعني اغتال أكثر من 14 عنصر من عناصر الدفاع المدني، وحوالي 24 طبيب، وحوالي أيضا 10 مسعفين، وهناك عشرات سيارات الإسعاف تم استهدافها، وعشرات أيضا سيارات الدفاع المدني. ولا يسمح أبدا للمعدات الثقيلة، يعني إن توفرت، بالتحرك كالجرافات وغيرها من أجل رفع الأنقاض. والناس شاهد، العالم أجمع، كيف أن الناس أمس على سبيل المثال في كنيسة الروم الأرثوذكس في غزة القديمة كانوا يرفعون الأنقاض بأيديهم. تخيل إلى أي مدى الوضع في غاية الصعوبة. واليوم على سبيل المثال أعلن عن 18 شهيدا من إخوتنا المسيحيين، وأيضا معهم مسلمين الذين يعني ارتقوا تحت أنقاض الكنيسة، وما زالت هناك جثامين أخرى. وبالتالي هناك شهداء، إذا كنا نتحدث عن قرابة 5,000 شهيد اسمه معلن، هناك 5,000 شهيد أو أكثر ما زالوا تحت الأنقاض. نحن نتحدث الآن عن 10,000 شهيد، ونتحدث عن حوالي 15 إلى 20,000 جريح، ونتحدث عن قرابة 250,000 أسرة تم تهجيرها من مساكنها، يعني بمعنى أنه تم تدمير مساكنها وبيوتها وشققها السكنية وأماكن مأواها، ونتحدث عن 1.5 مليون فلسطيني تم تهجيرهم من أماكن ومربعات سكنهم إلى خارج الأماكن، يعني سواء خرجوا من غزة إلى رفح وخان يونس، أو من غزة ورفح من غزة وشمال غزة إلى المنطقة الوسطى. وبالتالي نحن نتحدث عن 1.5 مليون نازح داخل القطاع. رغم ذلك، ما أود قوله، رغم ذلك، رغم حجم التدمير السكني، حجم القتل، حجم الإصابات، حجم الدمار الاقتصادي، هناك خسائر بمليارات الدولارات مني بها أهل قطاع غزة، رغم عدم توفر الدواء والغذاء، حتى كسرة الخبز لم تعد متوفرة. يعني الناس في غزة يقولون لنا نحن يعني كل 4 أشخاص يتقاسمون رغيفا واحدا من الخبز لمدة 24 ساعة، بمعنى أن الشخص الواحد في قطاع غزة فقط يمكنه أن يحصل على ربع رغيف من الخبز كل 24 ساعة.
لا توجد نهائيا مياه الشرب، لا توجد نهائيا مياه الخدمة، لا توجد أي أنواع من الأدوية. جميع المرضى المزمنين لا يتوفر لهم أدويتهم، مرضى السرطان لا تتوفر لهم أدويتهم، المرضى الذين يقومون بعمليات الغسيل الكلوي في المستشفيات. دكتور محمد، يعني رغم ذلك حتى أكمل الفكرة، رغم ذلك لا يمكن، لن تجد فلسطينيا واحدا من قطاع غزة يقول نعم أنا أوافق على التهجير إلى سيناء أو خارج قطاع غزة. إذن موقف الفلسطيني موقف ثابت في وجه هذا العدوان، على الرغم من هذا التصعيد وهذا القصف المستمر على المواطنين العزل. بشكر حضرتك الشكر الجزيل. شكرا. الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني. Recognize Israel's right to defend itself, but you want no harm to both sides. أيضا ينضم إلينا هاتفيا دكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور محمد، أهلا بحضرتك معنا على شاشة إكسترا نيوز، ونتابع تطورات الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان الغاشم من قبل الكيان الصهيوني على قطاع غزة، ونتابع أيضا يعني نشاط مكثف للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقائه اليوم برئيس الوزراء البريطاني، والدعوة إلى عقد مؤتمر إقليمي ودولي للسلام غدا بالعاصمة الإدارية الجديدة. تفضل دكتور محمد. مصر دوما بتتحمل مسؤولية الكثير من القضايا والأزمات الدولية، وبالتأكيد يعني على رأس هذه الأزمات الأزمة الفلسطينية والوضع الحقيقة المتصاعد من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع غزة بالتحديد، في ظل الحقيقة يعني رد فعل غير مسبوق أمريكي غربي داعم لإسرائيل في هذا العدوان الغاشم. يعني في طبيعة يعني بعتبرها البعض هو مناصرة لجانب يعني لجانب هو اللي بيرتكب كل جرائم الحرب، وهو اللي بي 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 مسبب لحالة العدوان. وبالتأكيد مصر بتتحرك منذ الساعات الأولى أو الدقائق الأولى من الأزمة ولحد الوقت الحالي بصفة مستمرة لدعم القضية الفلسطينية بالتأكيد، وفي نفس الوقت المحافظة على الأمن القومي المصري كما نرى دوما في تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي كل اللقاءات اللي بتتم خلال الفترة الفائتة. في تصوري أن معظم اللقاءات اللي تتمت سواء باتصالات هاتفية أو حتى مقابلات داخل مصر هي بتعكس الحقيقة أهمية الدور المصري، اللي هو ليس بجديد، ولكن هو لتأكيد لهذا الدور في ظل حالة من حالات التصعيد اللي فيه مخاوف دولية بشكل كبير جدا. أعلن عنها يمكن بالأمس أنطونيو جريتش سكرتير عام الأمم المتحدة عندما صرح أن يمكن السلام في حالة خطر، وتواجده الحياة على حدود يعني مصرية مع قطاع غزة في منطقة رفح هو لمحاولة متابعة الموقف، وأيضا هو تأكيد أن مصر هي عماد يعني عملية السلام في الشرق الأوسط وتمثل حجر زاوية رئيسي، وده بالتأكيد يعني بيعكس زي ما حضرتك أشرت حجم غير مسبوق أو كثير جدا من اللقاءات اللي تمت والاتصالات الهاتفية مع الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني اليوم يمكن في لقاء، وعدد كبير من اللقاءات مع وزيرة الخارجية الفرنسية وزيرة الخارجية الإيطالية. وبالتالي حجم هذه اللقاءات بيعكس الحقيقة حجم الأزمة الشديد، وأيضا في نفس الوقت بيؤكد على التحرك المصري السريع والفعال في التعامل مع هذه الأزمة بكثير من الطرق والأطر، على رأسها طبعا دعم الشعب الفلسطيني والتأكيد على مفهوم الأمن القومي المصري. ويمكن نعم يمكن ارتباط مصر بقضية فلسطين هو ارتباط دائم وثابت لاعتبارات الأمن القومي المصري أيضا دكتور محمد. بالتأكيد، لأن الأمن القومي العربي هو الحقيقة على مدار كل عقود الفائتة بيعد ركن رئيسي في الأمن القومي المصري، والحقيقة التعامل المصري مع هذا البعد هو يعني جزء من العقيدة، عقيدة التحرك المصري على المستوى الخارجي بصفة دائمة. مصر دائما مدافعة على كافة القضايا والأزمات، وهي
دوما يعني نقطة رئيسية لمعظم المشكلات وأيضا حل الكثير من القضايا العالقة في الوقت الحالي. يمكن الدعوة اللي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر السلام غدا السبت 21 أكتوبر كانت دعوة صائبة إلى حد ما بعيد، لأن احنا هذا المؤتمر بيعكس مجموعة أهداف رئيسية يجب أن نأخذها في الاعتبار، يعني وعلى رأس هذه الاهتمامات هو مواجهة الموجة العالمية الضخمة وحجم الحشد الغرب الأمريكي الضخم في اتجاه أو في صف مناصرة الجانب الإسرائيلي أو العدو الإسرائيلي في ظل هذا العدوان الغاشم المستمر على قطاع غزة. يمكن هذا المؤتمر بيجتذب بشكل كبير جدا اهتمامات دولية واسعة النطاق في ظل احتدام الموقف وفي ظل أيضا مواجهة بعض الإرهاصات المتعلقة باحتدام موقف إلى وجود حرب إقليمية موسعة كما يتوقع البعض. في جانب آخر المؤتمر ده له بعد مهم جدا فيما يتعلق بأن هناك مجموعة من التحركات الدولية للبدء فعليا في ظل حالة التسويف الإسرائيلي للبدء بفتح معبر رفح لبداية تحرك المساعدات المصرية والدولية تجاه قطاع غزة لدعم معاناة الشعب الفلسطيني. طبعا ده جزء رئيسي من استراتيجية المفاوض الإسرائيلي عندما يقوم بعمليات المراوغة. نسمع هذا الأمر منذ أعتقد عدة أيام، يمكن إحنا من بقالنا 72 ساعة في إطار موافقة إسرائيلية لوجود حالة من حالات يعني توافد المساعدات ودخول مساعدات قطاع غزة، إلا أن هذا الأمر يعني بيتم تسويفه من لحظة وأخرى، وبالتالي يجب أن يكون هناك في ضغط دولي في هذا الأمر. ويمكن حجم ده يعني حجم التعامل الإعلامي مع هذه القمة بتعكس هذا البعد بالتأكيد. نعم، أنا بشكر حضرتك الشكر الجزير دكتور محمد عبد العظيم الشيمي أستاذ العلاقات الدولية متحدثا هاتفيا لقناة إكسترا نيوز. في دعمه للموقف العربي الداعي لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الفترة من التغطية الحية والمستمرة دائما على شاشة إكسترا نيوز والتي نتابع فيها آخر تطورات القضية الفلسطينية. شكرا لكم وإلى اللقاء على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة.